ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على برج الميزان وتوقعات العاطفة لشهر ديسمبر لعام 2020. برج الميزان انا اقدر اقول ان احنا هنيئا لينا. ليه؟ لان عندنا في خطوبة، في زواج، في انتقال من مرحلة لمرحلة عاطفية جديدة، في تحسين علاقات جدا. يعني كان برج الميزان انت عندك بعض الخلافات اللي موجودة او موجودة مع بعض الابراج، يمكن ممكن يكون في بعض التنشنة شوية مع بعض الابراج، لكن هيكون في تصالح وفي حب وفي رجوع علاقات. اصلا برج الميزان على المستوى العام انت عندك فيه رجوع علاقات وكرامتك بترجع لك على الصعيد العاطفي او كمان الاجتماعي او الاهلي يعني، لكن انت كوضع عاطفي انت عندك فيه رجوع، في حقك بيرجع لك، في كرامة، رد كرامة، في عندك مرحلة زواج، في مرحلة خطوبة، مرحلة بداية عاطفية، فعندك الوضع العاطفي هيكون رائع جدا جدا، على الرغم مثلا ان ممكن يكون في بعض الحركات اللي حصلت تخلينا نقول لا ده كده ممكن يأثر علينا بالسلب، لا انت عندك حاجات ايجابية جدا جدا عاطفية. بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين، احنا عندنا ارتباط، عندك ارتباط، عندك في كلام بيتقال علينا، كلام اللي هو انا عايز اخطب فلانه، انا اللي هو ده، بس هيكون عندك انتقال، يعني انت من مرحله ان انت سنجل خالص، لا هيكون في حاجات كده بتحرك قلبك، من المرحله اللي هو لسه في بدايات، لا هيبقى في خطوبه، من خطوبه لزواج، عندك تحديد موعد، ولكن المعظم ان هيكون عندك احتفال بشيء عاطفي خلال الفتره اللي جايه. عامة برج الميزان عندك كمان بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين، خلي بالكم من نقطة صغيرة، ان لما يكون في حد معجب بيكم ما بقاش اني انا اوضح ان انا معجبة بيه، او ما اوضحش لاصحابي بقى ومش عارفة مين ان انا في فلان معجب بيا، لازم اكون حريص جدا. ليه؟ لان برج الميزان انت عندك اكتر الوقت اللي فيه حسد ليه علاقة بالعلاقات العاطفية، وفي كلام كتير وممكن يكرهوك في البني ادم اللي انت ممكن تحبيه او اللي انت تحبها، فخلي بالكم جدا جدا، لان في حد ممكن يجرح في مشاعركم ويخليكم تاخدوا القرارات الخاطئة، او ان هما ينشكم عين يخلي الموضوع يفلت اساسا، فلازم نخلي بالنا ونكون حريصين جدا. طيب عندنا كمان الناس اللي هم مرتبطين بالفعل، الناس المرتبطين، طب خلوني اقول اكتر طاقات الابراج اللي موجودة حوالين برج الميزان. الاول ابراج نارية، الحمل ثم الاسد، القوس، عندك في مشاكل، انا هحكي بس علاقة برج الميزان مع كل الابراج الاول. علاقة برج الميزان مع برج القوس شوية فيها كلام وجدل وحوارات، وبرج الاسد نفس الكلام بس مش بقدر القوس، مش بقدر القوس. والميزان انت لو عندك خلافات مع الابراج دي فانت عندك في قوة، انت مش عايز، انت عايز كرامتك، انت عايز حقك من الناس دي، في حاجة حاسس ان انت اتظلمت او ان انت اتجرحت، فعندك الاسد والقوس هيكون في رجوع، ولكن هيكون في جدل ونقاش كتير، وانت اللي هتتفوق في الجدل والنقاش، ودي حاجة مش محتاجة اصلا. يعني عامة من الابراج المائية انت عندك علاقتك ببرج السرطان حلوة جدا، علاقتك ببرج العقرب متميزة خلال الفترة دي، ممكن يكون في بعض شوية الضغوط اللي تخلي العقرب مش فاهم الميزان، دي غريبة شوية، ولكن الفترة الحالية العقرب هو اللي مش هيبقى فاهم الميزان، ولكن الميزان من تراكمات بعض الاشياء هو متغير مخلي العقرب مش فاهم. طيب عندنا كمان من برج الحوت، برج الحوت عندك بعض الاختلافات في الاراء والتفاهم ولكن هيكون عندك قرب برضو، علاقات وفي كلام جدل، لكن الاميز برج السرطان. من الابراج الترابية، برج الجدي بيتفوق جدا جدا مع الميزان، مع ان رجل الميزان ومرأة الجدي شوية تعبانين، يعني علاقة تعبان، يعني فيها حب وفيها رومانسية بس مش على وفاق مع بعض بشكل قوي خلال الفترة دي، لكن على اخر اسبوع الدنيا هتكون احسن. برج الثور والميزان علاقة متميزة جدا خلال شهر ديسمبر، برج العذراء علاقة يعني ها شوية فيها جدل وفيها تعب، لكن العذراء بيحن جدا 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 للميزان وعايز انه يرجع للميزان، ولكن الموضوع بس مسألة كرامة ووقت، ولكن هيجي بعد كده تفاهم وتراحب بالعلاقات تحسينها. برج الميزان والابراج الهوائية، لا ما فيش احسن من كده، برج
برج الميزان وبرج الدلو تحسن كبير جدا جدا. وعلى الرغم ان انا بسمي دايما الابراج الهوائيه مع بعض زي ايه، زي اللي هو قط وفار، بس ما بيعرفوش يبعدوا عن بعض ثانيه، يعني هما الاثنين لما بيلاقوا بعض بيبقى خلاص ما صدقوا، بيعرفوا دماغ بعض، هما عاشقين لدماغ بعض. لكن من خلال التوقعات في الفتره دي عندهم الدلو والميزان علاقه حلوه جدا متميزه جدا. الجوزاء يمكن عشان عنده تعب شويه ببعض الامور في خلال النص الاول ده ممكن يأثر على العلاقة العاطفية ببرج الميزان، ولكن هيحصل تحسين للاجواء في النص التاني والدنيا هتكون على تحسن كبير جدا، خاصة ان هما الاتنين على قد ما ابراج هوائية على قد ما هما عقلانيين بشدة، فعندنا تحسن كبير في العلاقات يعني. فدي الابراج واشكال العلاقات ما بينها وما بين برج الميزان. تعالوا نتكلم على الناس المرتبطين. الناس المرتبطين بالفعل انت عندك في تمايز، بس عندك في حسد قوي في العلاقه دي. في اشخاص بتتمنى ان العلاقه تفشل النهارده قبل بكره، في اشخاص فرحانين ليك، بس فرحانين ليك، لكن ما تبقاش علاقتك احسن مني، ما يبقاش انت متهني اكتر من ليه تتهنى يا باشا ليه. فعندك انت في اشخاص بالفعل عندهم المرض ده، فتكون حريص، يعني تكون حريص على ان مين بيدخل بيتك، انت بتحكي لمين حياتك، تكون حريص على طريقتك في التعامل في السوشيال ميديا. نبطل نفضح نفسنا بقى باللي احنا مش عارفه ايه، والضحك والهزار، وطبعا انا اول واحده عايزه ابطل افضح نفسي دي، فلازم ان احنا نداري شويه، لان المشكله ان انت ممكن يكون عندك خلافات ويعني وخناقات ولكن الظاهر امام الاخرين احنا فل فل ويعني مية مية، فدي مشكلة. احنا كده بنجيب الحسد لنفسنا اكتر، هم مفكرين ان احنا بنقعد ندادي بعضينا طول الوقت. فلازم تكون حريص يا برج الميزان. برج الميزان بالنسبة للرجوع والمنفصلين، المنفصلين عندنا اكتر نسبة رجوع، يمكن اكترها على الاسبوع الاخير. اول 3 اسابيع انت عامل حيرة شوية، حيرة اللي انت انفصلت عنه، مش فاهمه، انت بتتجدد وعقليتك بتنضج اكتر واكتر، وانت بتحسن كتير من نفسك. انت يمكن بتفكر في الماضي شوية، بس بتقول لا انا كده احسن، انا بقى هوريه، انا هعلمه. فانت عايز تدي درس للشخص اللي انت انفصلت عنه. انا بتكلم على المنفصلين لسه في البداية. طب المنفصلين اللي من بعيد اللي بقالنا فترة هتكلم عليها دلوقتي، لان اللي بعيد عايز يقرب. المهمة برج الميزان المنفصلين عنك ان هم برضو عايزين يقربوا. اقول لكم اكتر 4 ابراج عايزين يقربوا لبرج الميزان بشدة قوية جدا جدا. عندك برج القوس الناري، العذراء الترابي، برج السرطان المائي، برج الجوزاء الهوائي. دي اكتر الابراج اللي عايزه ترجع، في ابراج تانية ولكن دول اللي بشد عايزين يرجعوا ومش قادرين على الانفصال ومحتاجينكم في الوقت ده جدا جدا. يمكن لقوا حاجه او موقف مروا بيه عايزينكم عشان عرفوا قيمتكم، يعني عرفوا القيمه بتاعتكم، ففي ده جدا. طب عندنا كده في رجوع، وعندك الاميز في ده كله رجوعها برج الميزان. انت ممكن تكون عايز ترجع النهارده قبل بكره لشخص، وبتفكر فيه كتير، وبتحن للماضي جدا، بس كل اللي وجعك كرامتك. اول ما تلاقي ان حقك رجع لك والشخص ده عايز يرجع لك وي وتلاقي كرامتك رجعت، هتقول مش عايز ارجع، انا مش هويني ولا مستهويني الوضع ده. فيكون عندك حته التقلب دي، فده هيكون موجود بشده. طيب عندك في رجوع، اذا في رجوع وقلنا، وعندك في جدل وفي نقاش وفي موضوع مثير وانت غلطت في كذا، في عتاب موجود عند برج الميزان، وده العتاب ده بيدل على تحسن العلاقات. بالنسبه لي الانفصال البعيد، يعني شخصيات بعيده يعني، او انفصال بقالنا فتره بقالنا كتير، هيكون في رجوع ولا لا؟ برج الميزان انا هقول لكم على حاجه صغيره جدا. الشخص اللي انت انفصلت عنه من بعيد، انت غلط، هو غلط، هو بيحن ليك، هو بيعاقبك، ممكن يكون بارتباطه بحد تاني، هو عايز ان هو يشوفك متضايق بسبب ان هو حب حد تاني او حد تاني دخل حياته. عندهم ده جدا، فبيفتكروك انت عامل زي مغناطيس بتشد حتى القريب والبعيد الفترة دي، يعني انت بتشد شخص جديد. انت بالنسبة كمان المنفصلين انت عندك حب جديد في حياتك، يعني انت عندك معجبين جداد في حياتك واكتر من شخص يا برج الميزان. انا مش ببالغ، بس فعلا الوضع العاطفي متميز. لكن لازم نكون حريصين في نقطة، وده انتوا تقدروا انتوا اللي تحددوه. انت بتحلم بايه؟
بتعاني من ايه، احساسك عبارة عن ايه، هل انت حاسس انك محصور، هل كل حاجة واقفة في حياتك، يعني في واقفة حال عندك، يبقى انت بتعاني من حسد شديد اما سحر، وده هو اللي ممكن يكون عامل لك تعطيل في موضوع الارتباط او الزواج. كونوا حريصين على نفسكم. برج الميزان انتوا عندكم حسد كبير جدا جدا، ده انا لو هعمل موضوع اقول في اكتر الابراج المحسودة في شهر ديسمبر هقول برج الميزان، في اكتر من كده، فخلينا ان احنا نكون على وعي بنفسنا يا برج الميزان. طيب برج الميزان احنا قلنا ان عندك فيه رجوع للماضي البعيد والماضي القريب، وعندك بس مش معنى ان احنا في الفترة الحالية لو احنا ضاربين بعض قوي وعيلتين وقفوا قدام بعض والكلام ده مش هيبقى فيها رجوع، واعذروني انا ميزانية بس هقول نقطة، في اشخاص من برج الميزان بيبقوا عاملين زي واخدين جنب لوحدهم، اللي احنا قلنا التنشال، انا مش هقول صفة الابراج لان برج الميزان معروف صفاته انها كويسة جدا، لكن التنشال الاجتماعية ممكن تخلي شخص مش لطيف يعني، فممكن هو اللي يكون غلطان. هل لما انت تكون غلطان غلط شديد او انت مثلا اللي خاين او اللي خنت هيكون في رجوع؟ الوضع هيبقى صعب شوية. عامة طولت عليكم بس بتمنى ان انا اكون فدتكم وقلت لكم علاقتنا بكل برج ايه والدنيا عاملة ازاي ونخلي بالنا من ايه في الاوضاع العاطفية. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.